لأولياء الأمور وإحنا بنبدأ العام الدراسي؟ أقول لهم خلينا بلاش نحسس الولاد إن كل حاجة هتبدأ تبقى ممنوعة، لأن الممنوع مرغوب. صحيح. وإن مرحلة الدراسة دي مرحلة ما فيهاش أي نوع من الترفيه أو التحفيز للحاجات اللي بيحبوها، لأن الفكرة دي في حد ذاتها بتخلي الأطفال أو المراهقين أو اللي هم في سن الدراسة بوجه عام داخلين بروح مش حلوة. صحيح. إن في حاجات كتير ممنوعة. لا بالعكس، احنا ممكن نعمل جزء مذاكرة وجزء تاني يبقى نوع تحفيزي، وده يبقى من أولياء الأمور يفهموهم إن أنا مثلا الويك إند اعمل حسابك هنخرج فيه نغير جو، بحيث إن هم ما يحسسوش الولاد إن هم داخلين حاجة سجن. يعني لأن أنا بقعد بطبيعة الوظيفة بتاعتي بقعد أسمع طبعا طلبة كتير، وأنا أستاذ جامعي يعني، ففكرة إن أولياء الأمور على طول ضاغطين على أولادهم، مش عايزة ده. أنت ممكن تضغط بطرق غير مباشرة وتعمل له تحفيز وتبتدي تقول له إن أنا لو أنا لقيتك فعلا بتذاكر كده أنا هوديك المكان الفلاني أو هعمل لك الحاجة الفلانية، على حسب طبعا الحاجات والتفضيلات بتاعة الطلبة. فخلينا ندخل بالروح دي، وأوجه كلامي لأولياء أمور رابعة ابتدائي وأولياء أمور ثانوية عامة، هو بلاش نوصل، لأن أنا شفت حالات بالوضع ده، نوصل القلق بتاعنا يتنقل للولاد عشان ما يحسوش ان هم يعني القلق نوعين، في قلق ايجابي وقلق سلبي. ما نوصل لهم، مش عايزين القلق السلبي. تمام. اللي يوصله لحتة رعب من المرحلة اللي هو داخل عليها. دكتورة أبو سينا، البداية الصح تبقى ازاي؟ انا عايز اقول لك، يعني مش عايز اقول لك ان البدايه بدات خلاص، اللي اولياء امور كتير جدا استعجلوا وادوا اولادهم دروس خصوصيه قبل ما نبدا الدراسه. قبل ما نبدا الدراسه من اول، يعني حتى انا بقول بعد اولياء الامور لو سمحتوا، انت عرفتي المدرسه فيها ايه السنه دي؟ طب انت عرفتي المدرسين السنه دي اخبارهم ايه؟ طب الولاد شافوا المواد صعبه ولا لا؟ قال لك لا، احنا بنامن نفسنا. فللاسف هو عشان كده الطفل بيبقى داخل السنه الدراسيه وهو حاسس ان هو يعني دي، يعني هو ابتدى من فتره دروس وواجبات وداخل بقى حمل اكتر عليه للاسف الشديد، لانه بقى يقوم بدري بقى وبقى يروح كمان يحضر مدرسه. فاصبح يعني في بعض، هي طبعا في فروق فرديه بين الاطفال، فاصبح بعض الاولاد وبعض الاطفال عندهم اتجاه سلبي تجاه المدرسه، لان هو مبتدي دروس من بدري وبعدين هيروح يسمع نفس الكلام اللي هو خده في الدرس وبعدين هيقوم بدري الصبح، مش هيبقى عنده حب ولا انتماء للمدرسه. للاسف الشديد. الا اذا بقى، شكرا للدكتور رحجازي ان هو عمل يوم رياضي ويوم ثقافي.